السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المتابعين الكرام، يا رب تكونوا بخير. النهاردة أنا جبت لكم 3 آيات من سورة البقرة، وطبعا أنتوا عارفين فضل سورة البقرة في حياتنا. لو قرأناها كل يوم في البيت كلها كاملة هتلاقوا تغيير كامل في حياتكم. أي حد بيشتكي من الهموم والنكد والفقر، ربنا بيزول الحاجات دي كلها وبيغير حياتكم يعني كاملة، بس لو تجربوها كل يوم. ما قدرتوش تجربوها كل يوم زي ما قلت لكم، بيكون في آيات فيها معينة ليها فضائل كبيرة جدا طبعا، يعني والقرآن كله مش سورة البقرة لوحدها، بس سورة البقرة لها فضل أكبر في طرد الشياطين من البيت والسحر والحاجات دي كلها. والـ3 آيات هما: بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. هذه الآيات هنكررها لمدة أسبوع بالضبط، وهنقولها كل مرة 40 مرة بعد صلاة الفجر، وبإذن الله هيطرد الفقر من بيوتكم جميعا. أي حد بيشتكي من هم ونكد وكرب، إن شاء الله ربنا هيزيل كربه وهمه. وسورة البقرة بكل آياتها جميلة جدا ولها فضل في محاربة السحر والشياطين، وأيضا لها فضل في إجابة الدعاء بإذن الله. ربنا لا يرد لنا دعاء ولا يخيب لنا رجاء بإذن الله. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، أتمنى يكون عجبكم، وما تنسونيش بدعوة حلوة وبالاشتراك في القناة. أترككم في رعاية الله وحفظه، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.